بيعدي بالسيارة بيعملوا حادث فظيع فظيع، بتموت هي، هو بيدرى بيحس بالذنب، بفكرها رجعت هي، ما بتطلع تكون رجعت، تكون اختها التوم رجعت حتى تنتقم، بكتبوا إلى لقاء في الجزء الثاني إن شاء الله، بس أهرب المرة الجاية بحكي لكم عن الجزء الثاني لأنه هلا بشوف. يلا او ماي جاد، أخذت بيجامتي هدية حماتي. هلا عم تفكري بجامعة حماتك؟ ما هي تارك أغراضها عندك رهينة، خديهم انبسطي فيهم، بس فهمني شو صاير؟ يعني وين أخدينا؟ أنسان مريضة عقلياً هربانة من عنا من المشفى، وخبرتنا المدام لبنى وقال هي عنكم، سامحونا. يامو لا تصدقي قد ايه انا من زمان بحاجه لهيك قعده. طبعا بعد انسان بدنا بريك. مو بريك، بريكاس. اي والله. هيا صبايا. اهلا. بونجور حبيبي، يلا تعي على الفطور يلا. لا دخيلك، انا اليوم قررت اعمل دايت. دايت شو؟ انا صار لي فتره هيك مهمله بحق حالي، سمنانه شوي، مشان هيك قررت اعمل دايت. وعلى فكره انتو كمان لازمكم. بتعرفي شو نور؟ يعني أنا مع الميديا، شو رأيك إنه نحن كمان نبلش برنامج دايت وهيك منصير رشيقين أكتر؟ بالله؟ أنتي مجربة الدايت تبع ميديا؟ بلا، سهل كتير، مو مسمح لنا ناكل. لا لا حبيبتي لا، ليكي لقلك شغلة، إذا حتخليني أكل كل شيء ويكون هيك سلس وسهل بعمل الدايت معك. حبيبتي مثل ما قلتي، هو سهل وسلس وبيطير العقل، ما بتحسوا فيه نيفر نيفر. ايه مين هاي؟ ريهام. ايه حبيبتي، طنط ريهام لو سمحتي. ايه بلا ما تردي عليها، هلا بتنزع مرائنا. اوف اكيد ما حرد. المهم هلا وين كنا؟ اكزاكتلي، خلونا بالمفيد. من اليوم رح نبلش دادو دايت. اكلنا هوا. هلو. مرحبا صبايا. بما انه الكنز تبعكم فبعتوني الصبايا بمهمه رسميه لحتى اخبركم انه من اليوم حنبلش دايت باشراف الملكه دادو. اللي عنا يا على الدايت قال انا مالي موافقه ابدا، قرروا عنا على اساس انا بحاجه. يعني انا كمان ما بدي، بس القصه لا بكيفك ولا بكيفي، هاد فرمان على الكل. بالله شو هذا، جسم وحده بدها دايت وانظمه غذائيه، نظام تاني بختفي انا. هلا صحيح انا بحب الدعبله، بس بلا ما نكسر بخاطره لميديا، خلونا نعتبرها تجربه ونشارك كلنا فيها. يا عيني، انا بس بدي افهم شغله وحده، يعني هن ليش ما بيشغلوا مخهم غير وقت بدهم يطبقوا تجاربهم علينا؟ اه تماما هذا الحكي. انا ما بعرف شيء وما دخلني، هذا الحكي بتحكوه بالمخفر تحت، انا سابقتكم. ايه ما بدك تردي يا نور؟ عادي ما في مشكله. وإذا شو بصير يعني؟ كيف يعني شو بصير؟ لك أنا بحكني بدني، بضيق على نفسي إذا ما عرفت بشو عم يفكروا، لك أنا إذا ما عملت اللي براسي بجن بموت. لك تضرب أنت واللي براسك. عم تحكي مع أختي؟ إيه حبيبي، إيه يا روح، إيه. لا لا طبعاً. إيه. شوفي دادو، نقطة قلتي لي؟ نقطة. إنف. لك لسه ما حطيت شبك، استني هاي لحظة. ها خلاص. أوكي أوكي. سارة إنف. لسه ما حطيت، استني. ها ميرا. تو ماتش. شو تو ماتش؟ إن شاء الله صحة. بونزور بونزور، هذا فطوري لليوم لأنه نحن والصبايا بلشنا دايت، فيكم تسموه إذا بدكم دادو دايت لأنه دادو عاملته فروم A تو Z. هلا ححط لكم تحت بالكابشن شو رح ناكل كل يوم بيومه، وهي سوسو معنا كمان مشاركتنا الدايت. هاي. يلا كونوا كتار حتى نتشجع سوا، أوكي؟
شو هاد؟ ما بعرف قال هاد الموضوع، قومي رح نفطر برا. ساعدينا اذا بتركي. ممنوع. اسمعي هيك انا بخطة، حتى انت يا رهف تبعي التعليمات. صحة وهي. وليش بلا سكر؟ ليش في دايت بسكر؟ هي دادو دايت. Merci beaucoup.